يعتبر شارع بسمان وسط العاصمة عمان من أكثر شوارع وسط البلد حيوية وشعبية، والذي يتميز بأزقته العتيقة التي لا زالت تحافظ على رونقها وحيويتها، حيث يتوافد عليها الزوار من مختلف مناطق المملكة. أنا إلي هون من سنة 1970 تبع الوالد، هاي الدخلة من أول الدخلات اللي صار فيها أسواق، وكان هون على رأس الدرج سينما بسمان، وعلى يمينها السينما رغدان. هدول أشهر أشياء كانت اللي هي في شارع بسمان. هون في حوالي 5 دخلات بتطلع على شارع بسمان، وهاي الأهم هي سوق مانجو، وعندك دخلتين كمان لفوق اللي دخلت سينما عمان المغلقة ما بتدخل، بس بتدخل من نفس العمارة، على أنه نفس العمارة سينما بسمان وسينما رغدان. وتضم دخلات شارع بسمان العديد من المحال التجارية التي لا زالت تحافظ منذ زمن بعيد على نكهتها القديمة، كالمطاعم والمحامص ومحال الألبسة والأحذية. شارع بسمان كأنا طبعا من أعتبر من مواليد شارع بسمان، لأنه انتشأت في شارع بسمان من تاريخ ميلادي تقريبا، كان عمري 8 سنوات لما نزلت على محل الوالد. فبتذكر شو التفاصيل، شو هو الشارع كان بالبدايات لغاية اليوم، اللي هي كان بالبداية كان ألبسة وأحذية، كان دخلات شارع بسمان تتفصل عندك من سوق عصفور لتفوت لسوق مانجو لتنزل ل دخلت عمارة البقاعي لتوصل لدخلة بسمان. الدخلة هاي من أقدم دخلات وسط البلد، اسمها دخلة السردي. يعد المطعم تبعنا من معالم وسط البلد، يعني قديم من تقريبا من 50s. جدي وعندك عمامي ووالدي داوموا فيه، وهي احنا تقريبا جيل الرابع فيه. كدخلة شارع بسمان كيف محافظة تراثها؟ طبعا كل شيء فيها قديم، ولسه محافظين على التراث القديم اللي فيها، يعني من يعني الزباين طبعا من جميع الفئات كلياتها، من في ناس بتجينا من عمان الغربية وبتنزل لنا على وسط البلد على المطاعم، من خارج البلد كمان، من السعودية، من السياح كثير. أنا كنت بشارع بسمان 81، جيت من حلب من سوريا، كنت بشتغل وين؟ عن دخلة حبيبة، كنت أبيع كاس العصير بشلن، وبعد ما كنت أبيع صرت مهرجان جرش، قدمت الملك حسين الله يرحمه العصائر، ولجلالة الملك والملكة نور المعظمة، وجلالة الملكة رانيا بقصر المؤتمرات قبل رمضان أنا كنت فيه بالعصائر وبالدخلات. أنا بفوت كنت وأبيع الكاس كان العصير بشلن. فيها مطاعم، فيها مشاوي، ملاحم، حلاقين، محلات اكسسوارات، مخبز، عطور، كلها قديمة. نعم كلها قديمة. أسعارها شعبية، أسعارها كويسة يعني، مناسبة كتير، حتى السواح بيجوا بكونوا مبسوطين جدا يعني من أسعارها، ما في شيء. شو اسم الدخلة اللي فيها؟ دخلة مخبز الكويت. تابعة لبسمان؟ هي تابعة لبسمان، نعم، دخلة مخبز الكويت. مخبز الكويت قديم جدا. من والله حاليا قليلة الحمد لله، فضلنا من الله، في شيء سياحة، أما أول كان أحسن بكثير. هي طبعا الدخلات طابع تراثي أول شيء، كان في زمان الشغلات القديمة اللي هي زي السينمات اللي هي المتنفس الوحيد للناس، غير المقاهي الشعبية كمان، هذا في مطاعم، في مقاهي شعبية، في وتقريبا محافظة على نفس النمط لحد الآن. هذا غير إنه السينمات انقرضت وسكرت، بس مبانيها موجودة لحد الآن عادي. لا ننسى دخلة فؤاد اللي هي مشهورة بدخلة فؤاد اللي هي الفلافل ولا مؤاخذة، محلات العصير الموجودة برضو كمان كانت تتمم موضوع الفلافل وتتمم موضوعهم. طبعا كان بالنسبة للناس هناك كان معروف فلافل فؤاد، لابد منها انه اي واحد نزل على البلد ينزل عند فؤاد. فكثيرا ما كان يقصد هذا الشارع الشبان المقبلون على الزواج من اجل تجهيز بيت الزوجية، وذلك لعدة اسباب، اهمها هو التنوع المميز في البضائع، وكذلك بسبب رخص اسعارها اذ ما قورنت باماكن اخرى، الى جانب اطلالته